أول ما بدأنا نفكر في إقامة المؤتمر الدولي 18 لطب الأسنان في الكويت، كان السؤال ما هي الفكرة؟ الفكرة التي سيقوم عليها هذا المؤتمر. وبعد تفكير واتفاق طلعنا بشعار لهذا المؤتمر وهو تيم. هو الشعار اللي راح يقوم على المؤتمر ككل. وتيم هو اختصار ل Together Everyone Achieves More. تاريخ المؤتمر العلمي للجمعية يرجع إلى مدة طويلة، وإن شاء الله هذا المؤتمر راح يكون مميز في تنوع المواضيع وأوراق العمل المقدمة وعدد ورش العمل اللي راح تكون مصاحبة للمؤتمر. لما أنا كنت أحضر أي مؤتمر قبل، كان المؤتمر إذا ما بكل بساطة ما عجبني أقول المؤتمر سخيف، مؤتمر فاشل، أنتقد أي محاضرة، أنتقد أي موضوع. بعد ما بلشت أشتغل باللجنة العلمية أنا والشباب اكتشفت فعلا شنو المجهود اللي يبذل لأي مؤتمر أو أي محاضرة. تجهيز المؤتمر هذا بلشنا فيه أكثر من سنة وإحنا مبادين بالمؤتمر هذا، من تنسيق مع المحاضرين، من مراسلات، من اختيار للمواضيع العلمية. مؤتمرنا هذا يميزه أنه فيه أكثر من 31 محاضرة على قاعتين مختلفين، وأكثر من 16 ووركشوب و20 مجموعة للووركشوب. لله الحمد لله، الحين بعد ما اجتمعنا تقريبا مع 30 دكتور، مع دكتور محمد دشتي رئيس اللجنة العلمية، قعدنا نوزع المهام كل واحد على لتش المحاضرات مالته، متابعة المحاضرين، متابعة سير المحاضرة، تسجيل الدخول، تسجيل الخروج، تأكد أن الوركشوب أو ورش العمل شغالة على البرنامج المحطوط عليها، وإن شاء الله تكون شيء مشرف لنا وللكويت والجمعية. أطباء الكويت والأطباء العرب من الدول العربية الشقيقة وأصدقائنا الأعزاء من بريطانيا وأمريكا وبقية الدول الأوروبية، نتمنى أن نكون عند حسن الظن، ونتمنى أن نكون قد لبينا الطموح على المستوى التنظيمي والعلمي والاجتماعي. فأهلا بكم جميعا على أرض الكويت. تم وضع خطة واضحة لعمل لجنة إعلامية، حيث تم الإعلان في البداية لزملائنا الأطباء المشاركة في العمل في هذه اللجنة. هناك أهداف كثيرة مرجوة من هذه الخطة، بداية في تجميع الداتا، في حصر الصور، في حصر المقابلات. لمسنا رغبة كبيرة من إخواننا العرب والخليجيين، الرغبة بالحضور لهذا المؤتمر، فعملنا على التنسيق مع النقابات العربية والجمعيات الخليجية لتسهيل التسجيل والاشتراك بالمؤتمرنا العلمي 18 واتحاد العرب 44. اللي وايد مفرحني بهالمؤتمر هذا ان تنظيمه وبدء التسجيل فيه وعدد الناس اللي سجلت من برا الكويت بشكل وايد كبير، خلينا صراحه نفتخر بالشغل اللي سويناه. اسم مؤتمرنا وعنوانه تيم، وفعلا احنا كل اللي قاعد نسويه كله تيم واحد، ما في واحد يقول أنا أقدر أسوي مؤتمر بروحي. أحب أشكر جميع أطبائنا اللي ساهموا بتنظيم هذا المؤتمر. الحين طبعاً أنا أحب أشكر كل أعضاء اللجنة الطبية وكل الدكاترة اللي جو وشاركوا ويانا من اليوم إلى بعد المؤتمر، من خلال جهودهم اللي ترك وظائفهم وترك وقتهم وأعطاهم من وقتهم الخاص لنا ولإخوانهم ولزملائنا الدكاترة، وإن شاء الله نطلع بشيء حلو، ونتمنى حضوركم.
المجهود اللي يعني قاموا فيه زملائنا في اللجنة الإعلامية مشكورين مجهود جبار وأشكرهم. نأمل إن شاء الله أن يكون مؤتمر ناجح وموفق واستفادة كبيرة، وإحنا واثقين من هذا الشيء لأنه فريق عمل دؤوب ومستمع لتحقيق هذا الشيء. والكلمة الأخيرة شكراً لي رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان العاملة في المؤتمر على جهودهم الأكثر من رائعة، فقد كانوا أهلاً للمسؤولية وقد كانوا فعلاً تيم.